استاذ كميل مكرزي، رئيس جمعيه المعلوماتيه المهنيه بلبنان. اول شيء مساء الخير واهلا وسهلا فيك بمارا جايتكس. استاذ كميل، حابين نعرف من حضرتك اول شيء من خلال التور اللي عملتها بجايتكس، شو رايك ان جنرال بجايتكس وشو ممكن تكون انعكاساته عنا بلبنان؟ اول شيء بدي اشكرك عبد الرحمن، انت عطول هيك سباق، وبتشكر كمان انبوكسك بينا. يعني انا رح احكي بس جمله قبل ما نحكي عن شوي عن الجايتكس، انه كلنا امل انه نحن لبنان نقدر نوصل يعني ل50% ل40% من اللي وصلنا له من اللي وصلوا له الاماراتيه بالجايتكس. حرام بتشوف انه الادمغه اللبنانيه كلها منتشره بدول الخليج وبالاخص بالامارات وبدبي، وعم بيعملوا هالقد انجازات وعم بيعملوا هالقد ابتكارات، وجايتكس كل سنه من سنه لسنه عم بيكون اكبر وعم بيكون احسن من سنه. ونحن بلبنان لسوء الحظ الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والركود الاقتصادي والمشاحنات السياسيه عم بترجعنا مش سنه، سنين لورا. هلا جايتكس السنه غير عن كل سنه، انا مواظب على جايتكس من زمان، هي اول سنه بشوفه هالقد في عشقه، هالقد في انوفيشن. لفت لي نظري انه حكومه دبي 12/12/2021 رح تروح على بيبرلس انفايرمنت، هيدي الشغله كثير 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 مهمه. نحن وين؟ بعد عم نتسارع حتى نقدر نعمل الحكومة الإلكترونية. جماعة دبي صاروا بالبيبرلس انفايرمنت، حيصيروا بالبيبرلس انفايرمنت وزن 1 year 1 year 3 or 4 months. حرام نحن بلبنان ما نتقدم بهالطريقة، حرام نحن نوقف مطرحنا، حرام ما الابتكارات والتحول الرقمي ما نحطه موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن.